تحياتي وأهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد من راست خبري. ما زلنا ما عرفنا وضع رحيل كيليان مبابي في باريس سان جيرمان بشكل صريح. الأخبار الفرنسية العديدة بتقول إنه اللاعب حكى للنادي أنا ما بدي أجدد عقدي، أنا بدي أرحل وبدي تجربة خارج فرنسا. اعتقاد مبابي إنه صناعة نجوميته المطلقة مش حيصير إلا لو لعب ربما في إسبانيا أو إنجلترا. اللاعب أراد الاستمرار حتى يورو 2021 ثم الرحيل. صحيفة آس في تقرير لافت رصدت الموضوع وقدمت ثلاث نقاط مهمة. الأولى، في 2021 ريال مدريد عليه يقنع باريس سان جيرمان، بس هذا الموضوع مش سهل طبعا، لأنه باريس في الماضي رفض يتفاوض تحت الضغط مثل ما صار في حالة رابيو، وفي حال أراد البيع الآن حيجي يحكي لك أنا بدي 200 مليون يورو، في حين الريال بخطط يدفع 150. وعشان هيك الصحيفة بتقول لازم ما نتفاجأ لو شفنا الريال بيصبر ياخذوا مجانا ب2022، وانه هذا الموعد يبدو منطقيا اكثر. بس الصحيفة قالت ريال مدريد مش حيكون الوحيد في السباق، برشلونة بيبحث عن بديل لميسي، وليفربول بيفكر على الاغلب بتجديد دم خط هجومه برحيل ماني او صلاح وجلب كيليان. ودائما لازم ما ننسى انه مان سيتي ممكن يفكر بصفقة من هذا النوع تقود المشروع لعشر سنوات مثل ما كان في حال أجويرو. بالتالي الموضوع مش كتير سهل ولا مضمون لريال مدريد. النقطة الثالثة اللي أشارت لها صحيفة الآس بتقول إنه بقاء زين الدين زيدان مهم جدا 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 في حسب أمور الصفقة، وإنه من دونه حيكون صعب جدا رؤية إمبابي يجي على مدرب جديد في ريال مدريد ويغامر بفريق ربما يكون غير مستقر. الصحف الفرنسية لما نقرأها بنلقاها بشكل عام هادئة، بعضها بيعتقد انه باريس ما خسر المعركة حتى الآن وممكن يقنع كيليان امبابي بالتجديد، بس الأكيد انه في حالة طوارئ داخل النادي الفرنسي حتى ما يخسر اللاعب اللي بيعتبره كثير ناس هو أفضل لاعب في العالم بعد ميسي ورونالدو.